مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة للأخبار ونستهلها بالعناوين. لا تعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مقدمة للمحكمة الإدارية إلى حد اليوم وغدا آخر أجل لقبول الطعون. 828 ضحية لحوادث المرور إلى حدود 17 من سبتمبر الجاري، وتفعيل استراتيجية للحد من هذه الحوادث. المملكة العربية السعودية تتهم إيران بالوقوف وراء هجمات أرامكو، وطهران تتوعد بالرد على أي إجراء ضدها. أهلا بكم من جديد. تشرع المحكمة الإدارية انطلاقا من اليوم وعلى مدى يومين في قبول الطعون في النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي أسفرت عن صعود كل من المترشح المستقل قيس سعيد والمترشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي. ولم تتلقى المحكمة الإدارية طيلة اليوم أي طعن وفق الناطق الرسمي باسمها. يكون آخر أجل للطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية غدا 19 من سبتمبر الجاري، وفق ما يمليه الفصلان 145 و148 من القانون الانتخابي، علما وأن المحكمة الإدارية لم تتلقى إلى نهاية اليوم أي طعن في الغرض وفق النطق الرسمي باسمها عماد الغابري. وعلى ضوء وجود طعون من عدمه، تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رزلمة الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي سيتنافس فيها كل من المترشح المستقل قيس سعيد والمترشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي، وذلك وفق فرضيات ثلاث. إذا لم يرد طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في الدور الأول، ستكون الانتخابات في الدور الثاني يوم 29 من سبتمبر الجاري. أما إذا وجد طعون في المرحلة الابتدائية، فستكون الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني متزامنة مع الانتخابات التشريعية، أي يوم 6 من أكتوبر القادم. كما يمكن أن تجرى الانتخابات في دورها الثاني في 13 من أكتوبر القادم إذا تم المرور إلى مرحلة الاستئناف في الطعون. وقد أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه في صورة تزامن موعد الدور الثاني للرئاسية مع موعد الانتخابات التشريعية، فإنها قادرة على إجرائهما معا. فإذا تفرض علينا التزامن، عنا عدة سيناريوهات. هل أنه نمشيو في صندوق واحد وزوز أوراق؟ هل أنه نمشيو في زوز صنادق وزوز أوراق وزوز تفاتر متاع سجلات؟ هذه الكل مسائل باش تتفاعل معها الهيئة، وانا ناكد لكم انها حاضره لوجستيا للسيناريوهات الكل. وبناء على واحده من هذه الفرضيات، ستحدد الهيئه العليا المستقله للانتخابات فتره الحمله والصمت الانتخابي وبدايه التصويت بالخارج. هذا وقد التأمت اليوم في مقر وزارة الداخلية جلسة عمل جمعت عددا من الإطارات الأمنية السامية بالوزارة، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون الذي كان مرفوقا بعضو الهيئة حسن بن سليمان ومدير عام العمليات الانتخابية بهذه الهيئة رضا المساوي. وقد خصصت الجلسة وفق بلاغ لوزارة الداخلية للتباحث حول الاستعدادات المشتركة لتأمين الانتخابات التشريعية والدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. أكد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم مجددا وقوفه على نفس المسافة من المترشحين للانتخابات الرئاسية سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني. كما جدد الاتحاد في بيان أصدره إثر انعقاد مكتبه التنفيذي التزامه بدعم المسار الديمقراطي وحرصه على الدعوة إلى النقاش البناء حول المضامين والبرامج لما ينفع التونسيات والتونسيين ويجيب عن انتظاراتهم، وخاصة منها القضايا الاجتماعية والسيادية والأمنية. واعتبر أن الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الذي انتظم يوم الأحد المنقضي قد جرى في ظروف عادية، عدا تسجيل عدد من الإخلالات التي رغم خطورتها لم ترقى إلى الجريمة الانتخابية وفق البيان. وكشف أن لجنة المرصد النقبي لمراقبة الانتخابات التابع له تتولى حاليا درس التقارير الواردة عليها قبل توجيهها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنظر فيها حتى تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تجاوز هذه الإخلالات ومنع حدوثها من جديد، مؤكدا مشاركة ملاحظيه في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، كيف تم تناولها إعلامياً من منظور التونسيين بين الحياد والانحياز؟ فروبورتاج تالي قراءة في هذا التناول. صحفيون ومصورون وتقنيون واكبوا ونقلوا حملة انتخابية ويوما من الاقتراع تابعه الملايين من التونسيين، فكيف كانت هذه المواكبة للانتخابات الرئاسية في عيون المشاهدين؟ الإعلام بارك الله فيه مكن الناس كل باش يعملوا فكرة على جميع المترشحين. ويرحم والديك من الخمسة متاع الصباح للثمانية متاع الليل للعشرة متاع الليل، وتعبتوا ومشيتوا وجيتوا وعملتوا سمعة طيبة. هو كل تلفزة لها خطها ولها التوجه متاعها، وإعلامنا وتلفزتنا الوطنية كانت في المستوى في التغطية، كانت في المستوى الحدث، استطاعت معناها أن تقنع. الوطنية كارهة هكاك، كارهة على الدوام هكاك يا خويا. نحن نتفرجوا رانا في الوطنية والمغرومين كان بالوطنية. الوطنية بعيدة ياسر على الشعب، ولا بالحق أنا صدمت. قناة الوطنية ديما نقول اللي هي محايدة، والقنوات الأخرى فما الانحاز على اليمين وفما الانحاز على اليسار، وفي الحقيقة ضيعوا الشعب التونسي وضيعوا الناخب. الأهم بيه معلوم يعطيها لصح ويخدم معناته محايد على كل السياسيين. اما حاجه بركه وبين التوعيه نتاع الشباب ما فماش. فما قنوات بالحق تنحاز لشخص معين. في بالي ماشي قد قد. وبين راي المشاهد وراي المختصين لا يكون الفرق كبيرا. هناك مؤسسات احترمت المواثيق واخلاقيات المهنه الصحفيه اللي تعتمد معايير واضحه، وهي معيار الموضوعيه والحياد، مع اعترافنا بطبيعة الحال أنه لا وجود لحياد في المطلق ولا وجود لموضوعية في المطلق. النسب كانت متفاوتة، هناك خروقات كبيرة للأخلاقيات وللميثاق، هذا على مستوى التلفزيون، وتجلى ذلك بالخصوص في ليلة الانتخابات، يعني سويعات قبل الصمت الانتخابي. هناك من تعمد يعني إجراء حوارات معينة لتوجيه الرأي العام وجهة معينة. بين الحياد والانحياز لطرف دون آخر بدا المشهد الإعلامي في تونس في الانتخابات الرئاسية، يبقى معها وعي التونسي الفيصل في متابعة وسيلة إعلامية دون أخرى. مثلت مستجدات الوضع الأمني والعسكري بالبلاد محور لقاء القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر بوزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي. كما تناول هذا اللقاء مدى جاهزية المؤسسة العسكرية استعدادا لبقية المحطات الانتخابية. وقد كلف القائم بمهام رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالقيام بزيارات تفقد لمختلف المنشآت العسكرية المتواجدة بالمناطق الحدودية التونسية. كما انتظم اليوم بقصر قرطاج موكب تم خلاله منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لثلة من الإطارات العليا من قوات الأمن الداخلي بإشراف القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر، وهم العميد رؤوف مرادع المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية، المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، محافظ شرطة عام من الصنف الأول رشاد بالطيب المدير العام للأمن الوطني، العميد محمد علي بن خالد المدير العام آمر الحرس الوطني، العميد معزة دشراوي المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، وقد حضر الموكب وزير الداخلية هشام الفوراتي. بحثاً عن استراتيجية فعالة للحد من حوادث المرور بالقارة الأفريقية، اجتمع اليوم خبراء من عدة دول أوروبية وأفريقية في إطار فعاليات المؤتمر النهائي لمشروع أفريقيا أكثر سلامة مرورية الذي انطلقت أشغاله اليوم. 828 قتيلا هي إحصائية حوادث المرور تم تسجيلها إلى حدود 17 من سبتمبر 19 و2000 وفق إدارة حرس المرور، ومن أسبابها الرئيسية عدم الانتباه والسرعة وعدم احترام الأولوية. تم تسجيل 3831 حادث مرور في كامل تراب الجمهورية، مرجع نظر الشرطة والحرس، خلف 828 قتيل و ما يقارب 5655 جريح. نأكد اللي راهو فما تراجع بالنسبة لعدد الحوادث والقتلى والجرحى مقارنة بالسنوات الفارتة. السيارات المشاركة في الحوادث كانت من أهم، معناتها السيارات الخفيفة
المترجل هو زاد طرف هام في الحوادث اللي جرت خلال 2019. موضوع تم طرحه خلال المؤتمر النهائي لمشروع إفريقيا أكثر سلامة مرورية، مع عرض الاستراتيجية التي سيتم تفعيلها للحد من حوادث الطرقات. بالنسبة لتونس هي كذلك سباقة في الجانب تنفيذ بعض الخطط، ومن بين أهم الخطط معناها اللي ربما نقول عليهم هو إحداث مجلس أعلى للسلامة المرورية اللي باش يقع معناها الانطلاق فيه معناها خلال الأشهر القادمة، ويكون معناها عنده أثر كبير معناها لتفعيل كل الأعمال اللي من شأنها باش تخفض في الأرقام اللي قاعدين نشوفها فيها على مستوى حوادث الطرقات في تونس. الوضع الأقسام متنقلة الإسعاف والإنعاش اللي هما توا ولاو 27 مصلحة متنقلة الإسعاف والإنعاش على كامل الجمهورية تقريبا بمعدل واحدة واثنين في كل ولاية، وعندنا اللي يسميوه هذوما الأقسام المساعدة الطبية اللي هما 190 اللي كيضرب يجي عندنا في 190، عندنا 6 أقسام مساعدة طبية استعجالية. هذا سيتم بعث مرصد إفريقي للسلامة المرورية. هذا باش يكون فيه دعم لكل الجمعيات ولا كل البلدان، خاصة وأنه نعرفوا أنه تونس مازلنا نسجلوا في الأمويان نتاع 4 قتلى يومين على طرقاتنا وما يقارب 44 جريح. هذاك علاش تونس تعتبر معناتها برمي لي بوان نوار في الأفريق اللي لازم معناتها نحدوا من الظاهرة هذه نتاع الكوارث نتاع حوادث المرور. ثم برنامج وطني اسمه الشباب سفراء السلامة على الطرقات، نشتغل عليه منذ 3 سنوات، ويهدف أساسا إلى تزويد مجموعة من الشباب بمجموعة من المعارف ثم التشريك في الحملات المرورية إلى أن نصل في الأخير يصبح هو مكون في مجال السلامة المرورية. مشروع إفريقيا أكثر سلامة مرورية تموله المفوضية الأوروبية، ويهدف إلى الحد من حوادث الطرقات في القارة الإفريقية. خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بالعاصمة، قدمت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي دراسة أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الإطار التشريعي المنظم لقطاع النقل البري والبحري وقطاع مسالك التوزيع، وذلك في إطار برنامج تحدي الألفية الأمريكية الخاص بتونس. سعيا إلى تطوير الاقتصاد الوطني ودفع برامج الاستثمارات التنموية في تونس، تم إطلاق دراسة حول تطوير قطاع النقل البري والبحري للبضائع وقطاع مسالك التوزيع لتجارة الجملة وتجارة التفصيل، وذلك لإضفاء النجاعة على هذه القطاعات وتحسين حوكمتها دعما للقدرة التنافسية لاقتصاد البلاد. الدراسة هذه هي تقييم لكل التشريعات اللي عندها علاقة بالقطاعين هذوما اللي هما فيهم عوائق للمنافسة وعوائق للنفاذ إلى الأسواق بالنسبة للفاعلين بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية. الدراسة هذه عندها معناتها اليوم يتم نشرها. وتقوم هذه الدراسة على إرساء إصلاحات كبرى لدعم التجارة الخارجية والنهوض بقطاعي النقل ومسالك التوزيع، وذلك في إطار برنامج تحدي الألفية الأمريكية الخاص بتونس. اللي هو برنامج تعاون تونسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، طلبت من البرنامج هذا باش يخدم على باش يكون فيه استثمارات في نطاق في قطاعي المياه وقطاع الكليما ديزافير اللي هو باش نخدموا بالاساس على اللوجستيه وعلى على ديجيتاليزاسيون. هي مبادره منظمه التعاون والتنميه الاقتصاديه تم ارساؤها لدعم الحكومه التونسيه واقتصاد تونس عن طريق رفع الحواجز امام تطوير الاقتصاد التونسي وتوفير المزيد من مواطني الشغل. هو برنامج تونسي امريكي من شانه ان يحسن مناخ الاعمال الدولي لتونس عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجيه، ما يمكن من تعزيز المؤسسات الاقتصاديه وتحسين المقدره الشرائيه للتونسيين. انتشلت وحدات الحرس البحري بجزيرة جربة اليوم جثة شخص، فيما يتواصل البحث عن 3 آخرين لا زالوا في عداد المفقودين أثر انقلاب مركبهم في عملية هجرة غير نظامية قرب برج القاستيل بجربة بعد خروجه ليلة أمس الثلاثاء من سواحل القنطرة وعلى متنه 10 أشخاص، وفق ما ذكره الناطق الرسمي لإقليم الحرس البحري بالجنوب نقيب إرشيد البوزيدي. وأوضح البوزيدي أن انقلاب المركب أدى إلى غرق
شخص فيما نجا 6 أشخاص ولاذ 3 آخرين منهم بالفرار، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من قبل دورية الحرس البحري إبان تدخلها حين وقوع الحادثة. وبين المصدر ذاته أنه بحسب التحريات الأولية مع الناجين وهم أصلي ولاية تطاوين تم التأكيد على غرق مرافق لهم على متن المركب مقابل جهلهم بمصير 4 الآخرين. تم في صفاقس الإعلان عن انطلاق مشروع صفاقس الدولية، أول هيكل في تونس مخصص للتسويق الترابي للجهة. هذا المشروع من المنتظر أن يجعل من صفاقس عاصمة للمبادرة الخاصة من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير مواطن الشغل وصنع الثروات. باكورة ثمار صفاقس الدولية الانطلاق في تنفيذ اتفاقية تعاون مع مقاطعة ألمانية معروفة في مجال التسويق لجهة. هذه الاتفاقية هدفها استغلال أكثر ما يمكن من فرص ستتيحها آلية صفاقس الدولية، الهيكل الأول من نوعه في بلادنا، من استقطاب المزيد من الاستثمارات والترويج للمنتوج التونسي. احنا ديجا عملنا تظاهرات في الصناعة الذكية، معناتها لاندستري 4.0، عملنا مشينا معناتها لبعض المعارض، عملنا تكوين زاد كيف كيف. اليوم معناتها عندنا تري بروشين ما مش نعملوا سلسلة من الحلقات التكوينية. العنصر البشري مهم جدا، عندنا تقريبا 1,000,000 نسمة، مع القيمة نتاع العمل، المستوى نتاع التعليم مهم جدا، ولكن فما نسيج صناعي مهم جدا هون اليوم يلزم نزيدوا نبنيوا عليه ونحسنوه. وطبعا هذاك علاش تشجيع المستثمرين المحليين والاجانب، معناتها والثقة مهمة جدا. الإعلان الرسمي عن انطلاق صفاقس الدولية واكبه عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين والباحثين في صفاقس، إضافة إلى الوفد الألماني، خاصة وأن الطرف الألماني كان له دور هام في تأسيس هذا الهيكل الجديد الذي أخذ الشكل القانوني لجمعية. نحن مقتنعون أن المستقبل في تونس للمؤسسات الخاصة، فهي التي توفر مواطن الشغل وتصنع الثروات وأيضا تدفع الضرائب، ما يمكن الدولة من تحسين البنية التحتية. نهنئ صفاقس بهذه المبادرة ونتمنى أن تتبعها جهات أخرى في تونس. صحيح احنا صفاقس متجهة للبحر الأبيض المتوسط، لأفريقيا والعالم العربي، وهذا اليوم يحملنا مسؤولية أكثر كقطاع خاص باش نمثلوا الجهة متاعنا أحسن تمثيل ونشعوا على الخارج بامتيازات صفاقس الكل. صفاقس الدولية هيكل للدعم والترويج تتشابك فيه جهود أهم المنظمات والهياكل بالجهة والناشطة في المجالات الاقتصادية والتنموية والعلمية والجامعية. في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني لحماية طبقة الأوزون، نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، نظمت لقاء لتقديم المجهودات الوطنية لإزالة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. بهذه الأغنية كانت الانطلاقة للاحتفال باليوم العالمي والوطني لحماية طبقة الأوزون. اللقاء كان مناسبة لعرض المجهودات التي تبذلها تونس في التقليص من انبعاث الغازات الضارة، والتي شملت قطاعات التبريد والتكييف. قمنا بإزالة مادة بروميد الميثيل المستعملة في قطاع تكييف التمور، ونحن الآن بصدد إزالة مواد الأس سي إف سي اللي هي كذلك مستعملة في قطاع التبريد والتكييف، حيث تم إزالة حوالي 35% من هذه المواد، وسيتم إزالتها بصفة نهائية من هنا إلى سنة 2030. لهم 32 سنة لهم بروتوكول موريال وتعافي طبقة الأوزون، فيه معناها اليوم هذا في جانب فني وفي جانب توعوي، وفيه معناها كما شفتوا معناها تم تقديم معناها أغنية في المجال هذايا معناها للصغيرات. الوكالة الوطنية لحماية المحيط تعمل على تعزيز قدرات الفنيين في التصرف الرشيد أثناء القيام بالصيانة وتركيب المعدات التي تحتوي على غازات مستنفذة لطبقة الأوزون. قمنا إلى حد الآن بإشهاد 60 مكون تابعين ل6 مراكز التكوين المهني العاملة في قطاعات التبريد والتكييف، فنبدأ في أقرب أجال الممكنة في تطبيق هذا الإشهاد على النطاق الوطني.
ويذكر أن تونس توجت بخمس جوائز استحسان من برنامج الأمم المتحدة للبيئة اعترافا لمجهوداتها المبذولة لحماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية. تخضع عملية التصويت في الانتخابات التشريعية إلى نظام اقتراع اختارت تونس أن يكون نظاما يعتمد على التمثيل النسبي مع احتساب أكبر البقايا، نظام يقطع مع هيمنة الحزب الواحد ويخلق تعددية تحت قبة البرلمان. يعد نظام الاقتراع من بين أهم الآليات إن لم نقل أكثرها تأثيراً بصفة مباشرة في رسم المشهد السياسي وفي تشكله في مرحلة لاحقة، وأسوة بالتجارب المقارنة يعتمد في تونس ما بعد الثورة على نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي مع احتساب أكبر البقايا، نظام اعتمد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 11 و2000 وفي انتخابات مجلس نواب الشعب عام 14 و2000، وهو النظام الأكثر اعتماداً في العالم العالم والأنسب لبلد يشهد انتقالا ديمقراطيا وفق المختصين في الشأن الانتخابي. النظام هذايا يقتضي التصويت على القائمات سواء كانت الحزبية أو المستقلة. إيش معناها النظام الاقتراع النسبي؟ معناها النظام النسبي يقتضي أنه يعتمد على القائمات. وقت اللي فما دوائر انتخابية وفي كل دائرة لو كان فما دائرة فما قائمة واحدة فهي التي ستفوز مهما كانت النتائج، ولكن عادة فما أكثر من قائمة وفي هذه الحالة يقسم عدد الأصوات معناها المصادقة مصرح بها على عدد المقاعد. بقايا اللي تبقى، علاش نقولوا التمثيل النسبي بأكبر البقايا؟ كل مرة باش يبقى عدد من الأصوات باقي بعد ما عطيت هكا المقعد هذاك، عدد الأصوات هذاك يعاود يتم توزيعه لول باللول. ما يحسب لهكذا نظام أنه يقطع مع هيمنة الحزب الأغلبي واستحواذه على مقاعد مجلس نواب الشعب. ما يخليش فما مجموعة من حزب يستبد على حساب أحزاب أخرى ويعطي فرصة للأقليات والأحزاب الناشئة أو المستقلين أنهم يبرزوا وأنهم يظهروا ويكونوا عندهم موجودين. مزايا هالنظام هذه أنه في مرحلة وإحنا نبنيه في ديمقراطية وفي تعددية أنه يضمن تمثيلية أكثر، تعددية أكثر، ألوان أكثر في البرلمان. مزايا هذا النظام لا تحجب جدلا أثير حوله على اعتبار تداعياته على الأداء داخل البرلمان من حيث تشتت التصويت وعدم القدرة على تمرير القوانين، وهو من أوكد مهامه باعتباره سلطة تشريعية. المساوئ هو معناها فما عملية لفما تشتت الأحزاب وتشتت الكتل داخل الولكن، هذا ما يمنعش اللي فما كل أحزاب في العالم تعمل في إطار التوافق فيما بينها وتكوين ائتلافات داخل المشهد البرلماني. تصويت التحالفات اللي يطلبها معناتها الإدارة بعد تكون أصعب باش تتحصل على يكون المزيج معناتها مختلف، وبالتالي تشتت أصوات داخل البرلمان اللي عشناه من مثلا أحداث لجنة معناتها غير مقننة، لجنة التوافقات معناتها هذاك زاد شوش شوي على المشهد داخل البرلمان، معناتها هذه الكل أمور يلزمنا نراجعوها. تجربة مريرة مع هيمنة الحزب الواحد دفعت بالتفكير في تغيير قواعد اللعبة واعتماد هكذا نظام للاقتراع، خلق توليفة حزبية وفسيفساء من الائتلافات صنعها الشعب من حبره ومن أوراقه. الانتخابات التشريعية القادمة ستفرز مجلسا نيابيا جديدا هو الثالث بعد الثورة والثاني بعد دستور 14 و2000 بعد أن كان المجلس الوطني التأسيسي فاتحة العمل النيابي منذ 11 و2000. بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام بن علي، رأى المجلس الوطني التأسيسي النور إثر انتخابات 23 من أكتوبر 11 و2000. فسيفساء حزبية أنتجتها الانتخابات وتنوع سياسي جمع بين العائلات اليمينية واليسارية والوسطية، مشهد سياسي وبرلماني جديد ب217 نائبا فازت خلاله حركة النهضة ب89 مقعدا، تلها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ب29 مقعدا، في حين حلت قائمات العريضة الشعبية في المرتبة الثالثة ب26 مقعدا.
المجلس التأسيسي قطع مع الحكم الدكتاتوري كما قطع المجلس القومي التأسيسي في فترة الاستقلال مع الحكم الملكي مع تقارب في المهام والمسؤوليات. وكانت من أهم مهام المجلس الوطني التأسيسي صياغة دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جديد إلى جانب المهام التشريعية والرقابية. عقد المجلس التأسيسي آخر جلساته في 20 نوفمبر 2014 ليختتم أشغاله بحصيلة بلغت 295 جلسة عامة و441 جلسة لجان تأسيسية و49 اجتماعا للجنة التوافقات حول مشروع الدستور و23 جلسة مساءلة للحكومة. ليسلم المهام بعد انتخابات 26 أكتوبر لمجلس نواب الشعب وهو الثاني بعد الثورة والأول بعد الدستور، ولتنطلق أولى الجلسات في 2 ديسمبر 2014 بتركيبة حزبية وسياسية جديدة انطلقت بكتل نداء تونس وحركة النهضة والحرة والجبهة الشعبية الديمقراطية والاتحاد الوطني الحر وآفاق والمستقلين لتتغير الخارطة البرلمانية والتحالفات السياسية. وليعقد المجلس أكثر من 200 جلسة عامة خلال دورة نيابية الخمسة صادق خلالها على مشاريع قوانين مهمة من بينها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وقانون الأحكام المشتركة للهيئة الدستورية مع مراقبة عمل الحكومة والقيام بزيارات ميدانية للجهات. وستفرز انتخابات 6 أكتوبر عن مجلس نواب شعب جديد لتطوى صفحة برلمانية وتفتح صفحة أخرى، ويأمل المراقبون أن يكون البرلمان 14 في تاريخ البلاد متميزا عن سابقيه. قدمت قائمة نداء تونس برنامجها الانتخابي بولاية سيدي بوزيد. معتمدية الأسودة طرحت قائمة نداء تونس بسيدي بوزيد برنامجها في الانتخابات التشريعية. جهة سيدي بوزيد ساهمت في صناعة التغيير السياسي وفي بناء النظام الديمقراطي، يلزمها تكون شريك في الحكم، يلزمها تكون شريك في تقرير السياسات. النقطة الثانية هو أن سيدي بوزيد هذه اللي ساهمت في صناعة النظام الديمقراطي يلزمها تساهم في صناعة المنوال التنموي الجديد. عنوانه الأول هو التمييز الإيجابي، وعنوانه الثاني هو هدم الهوة بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية. سيدي بوزيد محتاجة إلى أنها تكون نموذج لولايات تونس الداخلية. القائمة الحزبية نداء تونس في سيدي بوزيد تقدم أفكارا أخرى مثل إحداث بنك الجهات وعقود متنوعة للتشغيل، إضافة إلى تحسين المستوى الصحي والبيئي والاقتصادي. تحويل الجهة لقطب تنموي وامتصاص البطالة وتفعيل دور المجالس البلدية من أهم نقاط برنامج قائمة الحزب الدستوري الحر بقفصة. قائمة الحزب الدستوري الحر بقفصة نظمت لقاء مباشرا مع المواطنين بوسط المدينة، أكدت خلاله على دعوتها لتحويل الجهة لقطب تنموي يستوعب اليد العاملة ويوفر جودة الحياة. لابد من جزء من عائدات الفوسفات يعود للجهة للعناية بالبنية التحتية من صحة، تعليم وثقافة وامتصاص البطالة وإعانة العائلات المعوزة. برنامج قائمة الحزب الدستوري الحر يدعو أيضا لدعم مكانة المجالس البلدية، تحسين أداء المجالس البلدية، شركات الغراسة والبيئة لابد من تفعيل دورهم لمساعدة البلدية. دعم قطاعي الصحة والتعليم نقطتان وردت أيضا ببرنامج قائمة الحزب الدستوري الحر بقفصة. العمل على تطوير القطاع الفلاحي وتثمين المواد الطبيعية بجهة نفزاوة وإيجاد حلول للبطالة هي أبرز نقاط برنامج قائمة حزب التيار الديمقراطي بولاية قبلي. اعتبار منطقة نفزاوة من ولاية قبلي منطقة صيانة للمواد الموارد المائية واللي هي معطلة بشكل كبير ياسر الفلاحة في المنطقة، وكذلك الأراضي العشوائية طالبين من الدولة تنظيمها، طالبين مراجعة عامة لمنظومات وآليات التشغيل المهترئة منها عقد كرامة وسي في بي ودار منه ودار منه، خاطرها هي في نظرنا احنا هي في صالح المؤسسات واصحاب المعامل واصحاب المشاريع، ماهيش في صالح طالب الشغل. وفي لقاء مباشر باهالي الجهه قدمت قائمه حركه الشعب بمدنين برنامجها الانتخابي.
قائمة حركة الشعب عن الدائرة الانتخابية بولاية مدنينة تؤكد أن مقاومة الفساد وضمان الفرص المتكافئة أمام جميع المواطنين أولوية من أولويات برنامجها الانتخابية. سنترجم هذه المسألة على مستوى معناها جهوي. نحن نريد أن نحول ولاية مدنين من ولاية معناها تخضع لمقاربة أمنية صرفة نتيجة معناها وجودها في المنطقة الحدودية في مناطق الخطر الإرهابي المتأتي معناها من خارج حدودنا. نريد أن نحولها إلى ولاية تنموية وسنعمل على مقاومة يعني الإرهاب. برنامج الانتخابي لحركة الشعب عن الدائرة الانتخابية بمدنينة يتضمن أيضا نقاط تتعلق بالخصوص بالنهوض بالقطاع الصحي والفلاحي. من جهتها اختارت قائمة الجبهة الشعبية التواصل المباشر مع المواطنين في المنستي لتقديم برنامجها الانتخابي. اعتبرت قائمة الجبهة الشعبية عن دائرة المنستير أن التصدي للتهميش هو العنوان الأبرز لبرنامجها الانتخابي. وأشار رئيس القائمة أن الجبهة ستعمل على تطوير مختلف القطاعات المنتجة. التصدي للتهميش اللي قاعدة تعاني فيه ولاية المنستير وكل معتمدياتها معناتها من سنوات عديدة باسم التمييز الإيجابي. باش نكونوا الصوت الأعلى المدافع على الولاية. وحاجة ثانية في برنامجنا الاقتصادي والاجتماعي أن سنعمل على تطوير أهم القطاعات المنتجة في ولاية المنستير. كما تضمن البرنامج الانتخابي لقائمة الجبهة الشعبية عن دائرة المنستير تطوير قطاعي السياحة والفلاحة والصيد البحري. كما قدمت قائمة حركة مشروع تونس بالكاف برنامجها الانتخابي وذلك بالاتصال المباشر بأهالي سرس بالكاف. خلال تواصل مباشر مع مواطني مدينة السرس قدمت قائمة حركة مشروع تونس برنامجها الانتخابي وأكدت القائمة عملها على دفع التنمية في مختلف المجالات. نشجعوا على أول حاجة البعثين الشبين من أولاد المناطق الداخلية باش يسهلوا لهم عملية الاستثمار باش نخدموا على مشروع قانون. نخدموا زيد على آليات تشجع المستثمرين أولاد الجهة باش يرجعوا يعملوا مصانع في الجهة. نخدموا زيد على خلق الثروة في الجهة متاعنا، يعني بما معنى أين الثروة أين التصنيع. وأكدت القائمة عملها على دفع التنمية في مختلف المجالات. وخلال لقاء مباشر مع المواطنين قدم رئيس قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري برنامجه الانتخابي بسوسة. لرواد المقاهي والتجار والمواطنين قدم أعضاء قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري بدائرة سوسة برنامجهم الانتخابي والذي يسعى من بين نقاطه إلى تأسيس تشريعات بديلة. أول حاجة مش ركزوا عليها هو التعليم والصحة. ثاني منها توفير برنامج هي الانفراستركتور البنى التحتيه. حاولوا باش منها نشوفوا كيف نصلحوا برنامج منها توفير المعيشه، نشوفوا كيفاش منها توفير الارامل نروح المحلات المعوزه كيف نعاولها، باش نحاولوا في الصناديق الاجتماعيه كيفاش منها توفير مش نزيدوا منها ندعموا الصناديق الاجتماعيه. التشغيل والنظام الاجتماعي اهداف اخرى نادى بها الاتحاد الشعبي الجمهوري. قدمت قائمة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالمهدية برنامجها الانتخابي خلال مقهى سياسي وعبر الاتصال المباشر مع المواطنين. منطقة وادي باشا من معتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية اختار أعضاء قائمة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالمهدية تقديم برنامجهم الانتخابي في فضاء أحد المقاهي. يكون عندنا المكتب في كل معتمدية، المكتب يتمثل من كل حومة من كل دوار من كل دشرة من كل عمادة، يكون مثل بزوز ثلاثة أشخاص كل أعضاء العناصر هذيك نقابله وكل واحد يجيب الفكرة مش نخدم معاه. والحاجة سولة المهدية عندنا صحة تعليم نقل تنمية وفلاحة. الفلاحة خاطر عنا تو نحكي فلاحة، احنا مناطق ريفية تشوف صابة الزيتون والزيتون متعملوا له مازال مخزن ما تبيعش. احنا برنامجنا هو الثقة والثبات والمداومة، واحنا كل مشكلة فما حاجة باش نكونوا متواجدين على الأرض. إلى جانب هذا المقهى السياسي كان أيضا الاتصال المباشر بالمواطنين أحد أنشطة قائمة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالمهدية. انطلقنا أمس في تقديم بطاقة تتضمن معطيات حول الدائرة الانتخابية سيدي بوزيد باعتبارها تتصدر قائمة ترتيب الدوائر الانتخابية من حيث عدد القائمات المقبولة نهائيا بها. والليلة نواصل تقديم بعض المعطيات وتخص دائرة قفصة. في ترتيب الدوائر الانتخابية من حيث عدد القائمات المقبولة نهائيا بها
تأتي ولاية جفصة بعد ولاية سيدي بوزيد، حيث يبلغ عدد القائمات المقبولة نهائيا بدائرة جفصة 70 قائمة، وتتوزع هذه القائمات على 25 قائمة حزبية و34 مستقلة و11 قائمة ائتلافية، ويبلغ عدد المسجلين للانتخابات التشريعية 19,000 بدائرة جفصة، 222,154 ناخبا سيتوزعون يوم الاقتراع على 186 مركزا. دوليا الآن، حيث عرضت السعودية خلال ندوة صحفية حطام طائرات وصواريخ قالت إنها استخدمت في هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية باعتبارهما أدلة لا يمكن دحضها على العدوان الإيراني، وأضافت أن الهجوم انطلق من الشمال وبالتالي فإنه بدعم من إيران. يأتي ذلك بعد سلسلة اتهامات أمريكية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات، وذلك ما نفته طهران. في تطورات الأحداث المتعلقة بالهجمات التي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية، وفي إطار سلسلة الاتهامات المتبادلة بين إيران والمملكة العربية السعودية حول الحادثة، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن الهجمات تهدف لزيادة الضغط على طهران. وقال روحاني إن بلاده لا تريد صراعا بالمنطقة، متهما الولايات المتحدة والتحالف العسكري ببدء حرب في اليمن. وأكد روحاني وفق ما نقلته وكالة أنباء إيرانية أن الحوثيين هاجموا منشأتي النفط السعوديتين في مطلع الأسبوع كإنذار بعد هجمات على اليمن ألقت باللائمة فيها على التحالف بقيادة السعودية. كما أبلغت طهران في رسالة إلى واشنطن أنها سترد فورا على أي إجراء ضدها، وأن ردها لن يقتصر على مصدر التهديد، ووصف مسؤول أمني إيراني الرد بالساحق في حال أي اعتداء. مقابل النفي الإيراني تواصل السعودية اتهاماتها لطهران، واعتبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الهجوم اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية وفق وصفه، فيما أفاد السفير السعودي في لندن بأن بلاده تحاول عدم اتخاذ رد فعل سريع للغاية، لأن آخر ما تريده هو المزيد من الصراع في المنطقة. من جانبه دعا مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى رد من مجلس الأمن الدولي على الهجمات، ولكن لم تتضح طبيعة الإجراء الذي يطالب به المسؤول الأمريكي. وفي موقف مغاير تجاه الحادثة، أكد وزير الدفاع الياباني أن بلاده لم تتلقى أي معلومات مخابراتية تظهر أن إيران لعبت دورا في الهجمات الأخيرة. أعلنت الداخلية المصرية مقتل قائد ما يسمى بتنظيم لواء الثورة وثمانية آخرين وصفتهم بالعناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار أثناء عملية مداهمات على أطراف العاصمة المصرية القاهرة. وأضافت الداخلية المصرية في بيان لها أنها ضبطت خلال المداهمتين عددا من الأسلحة الآلية والمتفجرات ومواد تستخدم في تصنيعها وهياكل لعبوات ناسفة. في أخبار الرياضة، يتابع المنتخب الوطني تحذيراته للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه السبت القادم بنظيره الليبي بأولمبي رادس ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، وذلك من خلال حصة تدريبية أجرتها العناصر الوطنية التونسية عشية اليوم انطلاقا من الساعة الرابعة. وكان الإطار الفني للمنتخب قد وجه الدعوة إلى 25 لاعبا للمشاركة في التربص الإعدادي لهذه المواجهة. تولى اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي زياد البحيري أمس الأول رسميا المقاليد الفنية مدربا أول المنتخب السعودي لكرة القدم المصغرة استعدادا لبطولة العالم التي ستستضيفها أستراليا. بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها. لا تعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مقدمة للمحكمة الإدارية إلى حد اليوم وغدا آخر أجل قبول الطعون. 828 ضحية لحوادث المرور إلى حدود 17 من سبتمبر الجاري، وتفعيل استراتيجية للحد من هذه الحوادث.
المملكة العربية السعودية تتهم إيران بالوقوف وراء هجمات أرامكو، وطهران تتوعد بالرد على أي إجراء ضدها. ونشير في الختام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.